علينا هل أصوم وأفطر على أذان المسجد أم على أذان التلفزيون أو إذاعة القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله وبعد. يعني في الحقيقة هذه الأسئلة كانت تقال في السابق، حيث إن الناس ليست معها الساعات ولا الأدوات ولا الآليات، لكن الآن كل واحد مع الإمساكية عارف المواقيت بالضبط، الساعة كام ومتى، عارف كل هذه الأدوات. فأيها اعتمد من هذه الأمور إذا كانت تنضبط، اللي هو جرب إني تنضبط عنده بالأذان الصحيح فيفطر عليه ولا مانع. إذا اعتاد إن المسجد جنبه بينضبط بالمواعيد كالعادة يفطر على المسجد، هو مش المسجد بعيد عنه وشغال جنبه الإذاعة القرآن الكريم ولا كذا، المهم اللي يكون على حسب التوقيت اللي هو موجود فيه. إنما واحد في اسكندرية مشغل إذاعة القرآن الكريم فيبقى حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مش علاقة. فإذا كان في توقيته ويتوافق مع الراديو ولا التلفزيون ولا المسجد على أيهم أذن المؤذن يفطر، ما دام المؤذن يلتزم بالمواعيد والمواقيت. أعتقد إن الراديو في بعض المناطق بيكون أيضا مناسب للمتابعة، متابعة أذان المغرب في بعض القرى وبعض المدن وغيره بيكون مناسب، لكن عبر الشاشات الرسمية بيكون حسب توقيت القاهرة زي ما حضرتك قلت. نعم. طيب،